السلام عليكم. اولا نش الاب وحنا يجي واحد نجير الضحيه يتوظف نهار الثلاثاء يتوظف ما جنب مغرب العشاء سكساتيش الطوموبيل 250 سكساتا قصروها حاليا نهار 13 يوم اخذ كيل غايبوبا راح مشو السين ما يجا ما يتسمى في حاله خطيره بزاف. ومن بعد راح اتصل وسند الدرك الملكي وسند غايا سبيطار طفني سمينو طفني سمو حاموش طفني سمو الشهود زي سين تساونت راح سيد نائب الوكيل الملك الاستئناف ومن راح سيد الوكيل يسي تسمى يستقبل شي قبور يتسمى شي جنينة اللي ما تتصورش زي سين تساونت راح الدرك الملكي ومن راح الدرك الملكي انا صافي حقاق ناحنا خصنا زوج السيد كيغ يومين بارح نايت وما غادي يتبارح الدرك الملكي وما غادي يتبارح الدرك الملكي لان انا يودي قي حقاقا راح نقا بيت سما غاني ليا الاجراءات لنا قي حقاقا والو كونو في شي زي منين ولكن نوضي نوغين والاجراءات الدرك الملكي وقل نهائيا حتى شي اجراءات وزن شي كوني المواصفات نوني درت لك شي من ميك شكي لا قلني راح اننا كان راح غاس كونو في حتى شي اجراءات فهمت حتى شي حجه فهمت روح انا ما سيدي الدرك الملكي وخذي من هو يتسمى خدمة نيشان اولا ودوتين شي في مثل غرا فيلونس الدرك الملكي ومتابع من الدرك الملكي قيادة تزمورن ايه فهمت مغدا سقانا اولا اثنين القانون سن يخصد احنا دم الزبير ولا فيلونس هذا سكسان لا فيلونس هذا سنين وغمران غم كان الحديثة لا فيلونس وامي ضحت كسيد الضحية يخصد لابد في مثال ريث قاديني الضحية خسر أبو داري اللي يتسمى أنني ذقن يتسمى 16 إذا كان ما يستكسين الضحية واثنين لا فيلونس يمكن وين جاي الدرك ومي غير راح أننا قال التزامنا قاينا ثو وين والو اثنين غير قانون يخص غادا حنا مزكرو ولا غادا فيلونس باش هذا حام أضع غانساحة مش ما يستكسين ما يتقالنا إجراءات غوث نتقنشي نهائيا وعاود ومي طفوني تسمى أنني حنا جاية ومي طفوني تسمى السيد ميك غايشك يخص غير وسان نعم سيدي تي داون غشهود اني غي حاموش اني رايت جناك مامي باش الاثنين نظن واش تني الطوموبيل ناخذ جوج الطوموبيل اجراءات تينا غوث نتكنشي نهائيا واش تقوم يوقع لك منايا؟ روح انا 13 يوم ميك هذا خصك تسمي 13 يوم روح اخذ كي الغيبوبة في حالة غي تسمى خطيرة روح 2 مليون وشي حاجة تفوق زي الجيبينو فهمت من دقة وعاد دواوات تسكن فين دين تسكن فين بالله لا تواخ تزي مراكش تيتسمى الدومان دار خصني تيجي واحد نجاز الناظور ديني 40 تسكن فين تقنت 17 الف فرانكيشتان دينا 40 تسكن فين تقنت 36 الف فرانكيشتان فينا غنسكن فين 2 مليون وشي حاجه غنسكن فين زائد يتسمى الحديد 300 الف فرانك ثاني تاع الحديد. المهم ومن بعد عقب غدا يعني تيغني العام المحكمه الاستئناف وفي السيد النائب هذا يستقبل النهار وديني يجي شي وفغا سيد وكيل العام يستقبله بكل فرح فهمت عاود غاسكو تشمين الجان ومن بعد سيد الوكيل يسقط يضغى النائب الوكيل الابتدائيه الابتدائيه وذن في غشي الوكيل وفي غشي النائب يسقط يعني عاود يمين ديني عاود غاس كل شيء من الجان ولكن ايش نقطه طلب غاف تا سيد الوكيل طلب غاف نيش الدرك الملكي وتكلف نسيش مشكل ولدي الدرك نيش الدرك الملكي ديجا وقع يجي المشكل عاود هنا ذو ذي طين بوحاجه روخا من طرف نعم سيدي ذيك الفن الامن الوطني الامن الوطني غير كان ذيك الفن المشكله اكد بلي القضية ثاني تي هاد قيمة تباعت إلى يوم الدين هاد قاعد غربط يتسمى تبع هذا أي إدارة يتسمى لأن هذا حق صغير يخرج جيفينو ما راه والو نهار هذا وش حمي غادي سيدنا غادي قدم غادي يتسمى قد الزيارة على الحسين ماني غيناث هذا شق الشكاية غادي يتسمى غادي يتبع المشكلين والدي والسلام عليكم.